متصدئة رديئة. يعني هسه على التمر هذا؟ هذا التمر ايه يعصرونه هو كله علف حيواني يطلعونه على اساس يسوونه تمر بدون نواة ويوزعونه بالمحلات على اساس صالح استهلاك البشر معلوم هو كله علف حيواني يعملون بكاس شفافة. هاي التعبئة مالت هاي بكاس كارتينات مالت عبي هاي النواة هذا تاريخ 30/11/2022 نحن بعد هذا التاريخ بعد ما وصلنا وهاي المواد ماله هاي كلها ملوثة وسخة رديئة متسخة تابعة خارج الضوابط معمل غير مجهز متخفي استعمل مواد علفية ويعبيها بكاس مشفافة على أساس صالح استهلاك البشري وبين تاريخ إنتاج جديد علامة تجارية ماله يعبيه أكثر من علامة تجارية يعبي اسم علامة تجارية المدينة منورة ويعبي تمور العراقية والشهد وتمور درجة أولى وتمور طازجة وتمور الشهد وتمور الأخر يعبيها اسمها الحسنات كراتين موجودة فارغة يعبيها هذا كله معمل خارج الضوابط بعدها كراتين جوها من التيسيون هذا المخزن مالته مخزن متخفي تحت الأرض مخزن متخفي علف حيواني كله علف حيواني يعبيه بكياس وكرتونات جديدة استهلاك البشري يقدر ب 100 طن 100 طن علفي يعبى باكياس شفافه وكرتونات على اساس تمر عراقي طازج وعلامات تجاريه عديده بناء على معلومات جهاز الامن الوطني مركز البلده الايمن وبتوجيه من قبل السيد الدكتور فلاح الطائي المحترم مدير صحه نينوى قمنا بمتابعه المحلات والاسواق الواقعه في منطقه سوق المعاش واليرموك وتم ضبط معمل متخفي لتعبئه وتغليف التمور الغير صالح للاستهلاك البشري يقوم هذا المعمل بثرم التمر وإخراج النواة منه وتعبئة بأكياس شفافة وضع عليه علامات تجارية عديدة مثلا علامة المدينة المنورة تمور عراقية تمور درجة أولى وتمور طازجة وتمور الشهد وتمور الحسنات حيث يقوم تعبئتها ويوضع عليها علامات تجارية حديثة أحد العلامات تشير إلى تاريخ إنتاجها 30/11/2022 وطرحها بالأسواق مخالف شروط الضوابط الصحية هل هاي التمور يعني تروح للاسواق هنا داخل مدينه الموصل؟ نعم متوزع حتى على القرى والارياف والمناطق السكنيه للاسف يعني. زين دكتور هاي صح غير صح هو تمور علفيه يجيبوها من الجنوب بحساب تمور علفيه هم ايش يعملون؟ يعبوها باكياس لايلون شفافه وبكرتونات عندهم كرتونات فارغه ما يقدر 4000 كرتون ويوزع على المحلات وصح. دكتور انتم وجهتوا فرق صحيه داخل المحلات والمولات داخل نعم نعم لدينا نعم لدينا ما يقارب 10 فرق صحيه بجانب الايمن وتقريبا 15 فرقه صحيه بجانب الايسر على متابعه هاي المواد وغير المواد غير صالح للاستهلاك البشري حمايه للمواطن حمايه المواطن لغرض توفير غذاء صحي وامن للمستهلك. دكتور استتبعت العثور على هذا المخزن وهذا المعمل ما هي العقوبات اللي ستضعوها لصاحب المعمل؟ نحن بالنسبه لنا دار صحه نينوى نتعامل مع قانون الصحه العامه 89 سنه 1981 حجز المواد ضبط المواد وحجزها ويتلافي موقع التمر الصحي واحاله صاحب المحل الى المحاكم لينال جزاؤه العادل.